مع حمد شو باختصار الشيء اللي ودي أشوفه بالتلفزيون إن شاء الله راح أسويه، مو أنا بروحي، التيم كله، مجموعة الشباب والكوادر الموجودة قاعد يشتغل معانا، قاعد يعطون شيء من قلب. أنا متوقع إن شاء الله إن شيء مختلف راح يكون على الشاشة، وراح شيء أنتوا راح تحبونه. برنامج حمد شو نايت شو مختلف، برنامج حواري قد يكون ساخر أحيانا، قد يكون اجتماعي، يستضيف عدد من الضيوف الإعلاميين، الشباب الصغار، المواهب، الكبار، المسؤولين وغيره. طبعا لما نتكلم عن الشو شلون قاعد يسوي أشياء جديدة، يمكن أهم شيء هو موضوع وتيرة المقابلات ولا وتيرة الفقرات، إيقاع سريع في البرنامج على طول في متغيرات. مثل ما قلنا إحنا نبي شيء اللي هو حمد يقدر يكون نفسه، يكون هو مثل ما هو، ويقدر يقدم شيء لجمهور التلفزيون. برنامج مع حمد شو هو برنامج راح يكون عبارة عن سيزن كامل، نتكلم عن 10 حلقات، مدة الحلقة ساعة كاملة. الفكرة أن حمد العلي إنسان مميز إعلاميا في السوشيال ميديا والإنستغرام والسناب وغيره وغيره، فإحنا فكرنا أن يكون هذا العمل يقدم على شاشة التلفزيون للناس كفكرة جديدة، وأنه شيء جديد يقدم للمشاهد لأول مرة. متحمس أن أشوف حتى ردة فعلكم. باختصار توك شو بحضور جمهور، كل حلقة ضيوف راح تشوفونهم بجانب ثاني، يعني احنا راح نسولف معاهم اكثر ما احنا راح نحقق او نسالهم. متحمس جدا حق التجربه وحماس الناس يشوفونا على الراي. كنا ننتظر من يرغب بأن يدخل التجربة هذه بجدية بحب. حمد كان أول واحد من السوشيال ميديا يعني يدخل عندنا بهذه القوة. برنامج حمد شو بالنسبة لي يعني فرصة أني أعود إلى الراي، كنت إعلامي في الراي، واليوم إحنا نعود إلى الراي من خلال هذا البرنامج. برنامج حمد شو صوره من الدور 55 في برج الحمراء، الكويت كلها نقدر نشوفها من هذا المكان. تجربة جميلة أن الجمهور يشاركنا في تصوير هذا البرنامج. الجمهور طبعا جزء أساسي من البرنامج، هم اللي يعطون البرنامج حياة أكثر يعني، لذلك راح يكون المجال مفتوح للجمهور أنه يشارك معنا من خلال وسائل متعددة، أنه شلون ممكن يحصلون تذاكر. حمد راح يعلن عنها في وقتها إن شاء الله في السوشيال ميديا.